في ثاني جمعة بشهر رجب ما هي فضائله؟ الجواب: صادم. شهر ليس به ما تتوقعه. تابع الإجابة كاملة. من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض رمزت لاسمها بالحروف راي عين سين. أختنا سردت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فضل رجب وفي فضل صيامه. لا أدري سماحة الشيخ هل أقرأ ما كتبت أم تكتفون جزاكم الله خيرا بالإجابة؟ ما في حاجة إلى قراءة، كلها ضعيفة، كلها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ليس في رجب حديث صحيح في فضله، وإنما كان أهل الجاهلية يخصونه بالصيام، وأما في الإسلام فلا يخص بشيء، لكنه من أشهر الحرم، هو من أشهر الأربعة الحرم، لأن الرسول لما عدها قال هي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم الأربعة، فهو من أشهر الحرم المفضلة، لكن ليس في تفضيله بصيام أو صدقة أو صلاة، ليس فيها حديث صحيح، وإنما هو من الأشهر الحرم، ولا يشرع تخصيصه بصوم ويكره تخصيصه بذلك، لكن إذا ثمر في الإنسان فلا بأس. كان بعض السلف يعتبر في رجب. في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعتمر في رجب، فإذا اعتمر في رجب هذا حسن، فعله السلف الصالح، ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنكروا عليه ذلك، وقالوا إن النبي لم يعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام، إنما اعتمر في القعدة. لكن ابن عمر ثقة وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون خفي على عائشة وعلى غيرها أو نسي ذلك من أنكره، وابن عمر حفظ. فالحاصل أن من اعتمر في رجب فقد جاء في هذا الحديث وفعله كثير من السلف، فلا بأس بذلك، وهذا مستثنى مما يخص به رجب، هذا جاءت به السنة، فإذا اعتمر في رجب فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا.